لا 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 الو تمام متاكد فين طارق الثاني طارق مين طارق الثاني طارق الثاني ده طارق الاولاني ده الا تبشي له سرا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها ومعنى الحديث ان الزوجه يجب ان تحترم زوجها وان تقدره وان تؤدي حقه كل الانسه ريم حسام عبد العزيز ريم حسام عبد العزيز الفكر الرشيد الفكر الرشيد مين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا جماعه امبارح بالليل ما لحقناش طبعا نقف نصور اللي هو او اقعد اتكلم هناك بالظبط كنا بنعمل ايه او كده. وصلنا كان كاتب الكتاب الساعه 3 فكان لازم على طول نخلص. اول ما وصلنا الساعه 12 كان لازم نبتدي نجهز على طول وكده فما كانش في وقت خالص. انا كان بقالي كتير قوي ما رحتش اسكندريه. هما بيقولوا ان هي بعد الثوره اتغيرت زي حاجات كتير اتغيرت بس فيها اماكن خرافيه يتقعد فيها حتى لو قعدت تاكل يعني حتى كل شويه ايس كريم يعني بتبقى قاعد قاعده وشايف منظر يعني اسكندريه ليها طعم تاني خالص. وصلنا هناك لبسنا ورحنا رايحين كاتب الكتاب وبعد ما خلصنا خرجنا بالليل شويه وبعد كده رحنا تاني يوم اكلنا في مكان على البحر برضو. في كام حاجه بقى لاحظتها ان انت اولا الشوارع هناك انت لازم تبقى متعود على اسكندريه عشان تتعود على الشوارع. اولا زحمه مش ممكن في زخانيق كده بتخش في حتت يعني غريبة يعني انت لو مش حافظ اول البلد بتلاقي نفسك بتوه جامد. فكرت انا ومن اصلا واحنا هناك اللي هو احنا ممكن نعيش هناك بس البلد حلوة قوي فعلا لكن مش عارف يعني مش عارف هنبقى احنا عشان رحنا في اجازة فالراحة النفسية بتاعت الاجازة دي هي دي اللي مخلينا نحس كده ولا هي البلد فعلا ممكن اقدر اعيش فيها يعني مش عارف قوي يعني مش عارف انتوا ايه رايكم عامه برضو الصراحه عايز اعرف يعني انتوا شايفين العيشه في اسكندريه تبقى احلى لان هناك في ناس قالت لنا لا ما تعيشوش في اسكندريه هم عايشين هناك اصلا القاهره احسن مثلا اللي هو ازاي البلد فيها المناظر الرهيبه دي والقعده كفايه اصلا فيها بحر يعني البحر الواحد بيبقى بيدي للبلد جو حلو تاني خالص. لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب و بس اشوفكم الفيديو الجاي سلام.